ذلك الليل نحن نخصص موضوعنا عن النحافة ونتعرف أولاً شنو النحافة، بعدك نشوف الأسئلة اللي ممكن تكون حاصلة. تمام، زي ما أنت قلت كده وأكدت إن موضوع النحافة يكاد يكون موضوع، يعني هتلاقي أغلب القنوات كلها بلا استثناء ما تيجي تتكلم تيجي تتكلم عن السمنة، لأن كل الناس بتفكر بتحب الحاجة دي. يعني بتفكر على إن السمنة، إن إحنا يعني نفتكر على كل أغلب الحلقات ممكن تشوف حالات كبيرة جدا عن النحافة. عشان كده كان من الضروري إن إحنا نبدأ نوعي الناس. للأسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيرة كبيرة جدا تاخد أدوية معينة علشان تجهز للجواز، يعني هنا الموضوع ده يكاد يكون منتشر. صحيح. عشان كده يا جماعة عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي، بعيد بقى عن كلام الناس والدجل والشعوذة، وان انا لازم اخد الحباية الفلانية، وللأسف حاجات غير مرخصة. أيوة. في البداية ما نيجي نتكلم عن تعريف النحافة، نقدر نقول ان هو نقص وزن الجسم عن المعدل الطبيعي. لو تتذكر كده في الحلقه اللي فاتت كنا لما جينا نتكلم عن ان احنا ازاي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي، ان احنا نطرح كتله، نطرح من الوزن من الطول بتاعنا 100، يعني لو انا طولي 170 يبقى الوزن الصحي بتاعي 70، يبقى اقل من كده نحافه. معنى كده عرفنا ايه هي النحافه. يعني طبعا من الضروري جدا لو انت بتتكلم عن النحافه لازم نعرف ايه هي الفحوصات الطبيه، ان انا دلوقتي خلاص انا عندي نحافه، طب ايه السبب؟ هل انا هاخد حبايه الفلانيه دي تمشي عليها لفتره كبيره جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض بتاعي؟ طب اعرف السبب. اعرف يا جماعه، عايزين نوصل رساله كبيره جدا ان جسم الانسان ده اعقد تكوين موجود في العالم. اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني، ما ينفعش يعني للاسف المفهوم ده غير واضح. فاعرف السبب اللي موجود جوه الجسم، قد يكون نزول الوزن ده ممكن يكون سبب مرضي. صحيح. ممكن قد يكون. عشان كده لازم في البدايه ايه، طب ايه هي التحاليل اللي احنا ممكن نتكلم فيها؟ انا دلوقتي مريض نحافه، ايه هي التحاليل؟ تحليل صوره الدم كامل، لان قد تكون المشكله قد يكون هناك مشاكل في الطفيليات، او يكون موجود ديدان او طفيليات في الامعاء. طيب، قد تكون سبب، يعني انت اللي بتاكله الديدان شغال عليه بتاكله، فانت بالفعل مهما اكلت تقول يا دكتور انا اكلت كتير جدا، باكل كتير جدا، ما بسيبش حاجه الا لما اكلها علشان ازيد في الوزن، وبرغم من ذلك ما بزيدش في الوزن. طب ايه السبب ان مفيش زياده؟ طيب السبب شنو؟ ما هو بقى دي نتكلم. السبب قد تكون ديدان في الامعاء، قد يكون هناك فرط نشاط في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتاعتنا بتفرز هرمون اسمه السيروكسين. اما بيبقى في فرط نشاط في هرمون السيروكسين، فده بيزود معدل الحرق، فانت برضو مهما اكلت فالاكل بتاعنا بيتحرق بشكل متواصل، ما بيتخزنش. فتلقائي قد تكون المشكله السعرات اللي بتخش الجسم اقل من السعرات اللي بتطلع، عنده فرط نشاط وحركه. عشان كده في حاجه اسمها الانرجي بالانس، بنقول دي ان الطاقه الماخوذه من تناول الطعام بتساوي الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه. لو الاثنين متساويين يبقى في ثبات في الوزن. لو الطاقة المأخوذة من تناول الطعام أقل من الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة هيكون في نحافة، لو أكبر يبقى في سمنة. فدي دي دي ده إن لم يكن هناك خلل مرضي، زي ما قلنا قد تكون مشاكل ديدان في الأمعاء، قد تكون مشاكل فرط نشاط الغدة الدرقية وإفراز هرمون السيروكسين فبيبقى في حرق عالي فالجسم ما بيستفادش للأكل بتاعه. قد يكون مشاكل، يعني مثلا يا جماعه عايزين بس نوجه الناس، لو واحد كان وزنه طبيعي ومره واحده بدا يحصل نزول بشكل سريع، يعني هو مش من صغره نحيف، او حصل النحافه دي بشكل في الاوقات المتاخره من حياته وبدا يحصل، قد تكون مشكله خطيره، قد تكون مشكله ايدز، مشاكل متلازمه نقص المناعه المكتسبه. الايدز يعني يكاد يكون يعني بينتشر بسبب يعني حاجات، يعني فقد يكون الايدز يكون سبب في قد تكون مشاكل مستعصيه زي السل والدرن. طيب يا دكتور، انا بفكر في سؤال ربما يتبادر لكثير من، كيف ممكن نتاكد من الحاجه دي من خلال فحوصات ولا يعني؟ ايوه، طبعا في البدايه زي ما احنا قلنا كده بنعمل تحليل صوره الدم كامله علشان نتاكد ان ما فيش انيميا. الانيميا سبب رئيسي في النحافه وفقد الوزن. قد تكون مشاكل في الديدان في الامعاء، فبنعمل تحليل ابراز لعينه صباحيه علشان نتاكد ان بالفعل ما فيش مشاكل، ما فيش ديدان او حاجه، عشان بناكل والديدان بتاكل الاكل اللي احنا بناكله، فهنستفيد ازاي؟ والمعده زي ما ذكرت انت في الحلقه اللي فاتت في فقره كبسوله طبيه. أيوة. مهمه جدا يعني فحوصات للمعده. ايوه، فحوصات البول محتاجين صوره دم كامله، فحوصات للبول، فحوصات للغده الدرقيه،
يعني وديت التحاليل الاساسيه اللي احنا ممكن نعملها. انا عندي نحافه, طب اتاكد الحمد لله ان انا ما عنديش خلل مرضي, ما عنديش خلل مرضي, خلاص يبقى احنا كده تمام, ما فيش اي مشاكل. نبدا بقى نتكلم قد تكون المشكله نفسيه. اغلب خلف المك اكتر من انا حتى في الروشته بتاعتي, يعني مش روشته ان هي مجرد ان احنا نكتب الادويه وبس كده, لا لا الموضوع يا جماعه والله بكتب كده ممنوع العصبيه, ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك, لانك انت اللي هيجي لك الضغط. نصيحه مستمره, انت اللي هيجي لك الضغط, انت اللي هيجي لك السكر, انت اللي هيجي لك القلب, انت اللي هتموتي في النهايه. يعني فشاد من موضوع الحاله النفسيه لها دور كبير جدا في العلاج. الحاله النفسيه بتمثل عامل كبير جدا, بيجيب التحاليل كده, شوف التحاليل الغدة الدرقية سليمة, مفيش أنيميا, مفيش ديدان, صحيا بخير. طيب يعني هي الحمد لله صحيا بخير. فاحنا بقى محتاجين ان احنا نبص على الجانب النفسي. الجانب النفسي له دور كبير جدا. طيب جميل, نحن ما اظن اتطرقنا لانواع النحافة, صحيح؟ ايوه, ما نيجي ما طبعا ما هي انواع النحافه زي ما قلنا كده. قد تكون انواع نحافه, النوع الاول اللي هو نحافه مقصوده او متعمده, اللي هي النوع اللي احنا قلنا اللي هي الاسباب بتاعتها, قد تكون مشاكل ديدان, قد تكون مشاكل في الانيميا, قد تكون مشاكل نتيجه امراض معينه, قد تكون بعد العمليات الجراحيه. الناس اللي بتعمل عمليات جراحيه بيبقى في نقص في الوزن نتيجه عمليات جراحيه معينه, قد نقول في امراض متلازمه نقص المناعه المكتسبه زي الايدز, مشاكل الضرر, مشاكل في القولون, المشاكل الصحيه. خلاص تبعدنا المشاكل الصحيه. النوع الاول اللي هو النحافه الغير مقصوده, قد تكون اللي هي وراثيه, اللي ناتجه ان الاهل كلهم بلا استثناء عندهم نحافه, فالتمثيل الغذائي عند الاسره او العيله دي يكاد يكون كبير جدا, فالحرق عالي جدا. فدي النحافه الاوليه, فدي بقى لها بروتوكول علاجي مختلف عن طبعا احنا لازم نعالج السبب في البدايه. يعني انا مثلا لقينا مشاكل في الانيميا بنعالج الانيميا, لقينا مشاكل في ديدان في الامعاء بنعالج المشكله, لقينا في مشاكل في مثلا في ايدز يبقى لازم خلاص نوجهها على الطبيب المختص بالمرض يعالج المرض, وبعد كده نبدا بقى نشوف البروتوكول العلاجي الخاص بينا. طيب دي العلاجات للنحافه عموما, ولا في علاجات ثانيه؟ اذا كان في انيميا تعالج الانيميا, اذا كان في اي مرض احنا عايزين برضو نواجه العلاج. نتكلم عن البروتوكول العلاجي. طبعا ما نيجي نتكلم عن البروتوكول العلاجي سواء كان الاسباب دي او الاسباب دي, طبعا لازم نوجه الحاله ان احنا دلوقتي عايزين نريح الاعصاب. احنا قلنا مريض النحافه غالبا, وهتلاقي الموضوع ده حتى اللي بيجوا لنا في العياده تلاقيهم طلبه الثانويه, يا دكتور انا خسيت بشكل كبير في السن ده, انا في الثانويه ومش عارف اعمل ايه وشوف لي حل, وانا في مرحله الشباب. ليه بقى لان هي بتفكر كتير, بيجي لها قلق, بيجي لها توتر, بيحصل لها اكتئاب بسبب التفكير, الضغط النفسي. طبعا يبقى لازم نعالج الضغط النفسي في البدايه, نشوف ايه المشكله لمعالجه الضغط. نعالج الضغط النفسي من خلال ان احنا ندي فيتامينات بتريح الاعصاب, ندي املاح بتريح الاعصاب. ايه الفيتامينات؟ زي ايه؟ فيتامين دال وفيتامين بي 6. فيتامين دال وفيتامين بي 6 دي من ضمن الفيتامينات اللي بتهدي الاعصاب. يعني احنا عايزينها تبقى ايه, ريلاكس خالص, ان الثانويه دي بالنسبه لها يكون شيء عادي. دي كده النقطه الاولانيه. يبقى هو ان احنا نريح الاعصاب, فيتامين بي 6 وفيتامين دال. فيتامين دال ده بيبقى موجود فين؟ فيتامين دال ده بشكل رئيسي طبعا هو المصدر الرئيسي لاشعه الشمس. يعني اشعه الشمس ليه؟ لان كده المخرج بيشير لي انه وقت الفقر انتهى, لكن ممكن تدي الحاجات النهائيه. الحاجات النهائيه يعني العلاجات السريعه. احنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات. طيب. فيتامين دال وفيتامين بي 6. عايزين ندي املاح الكالسيوم بالمغنيسيوم, لان غالبا بيبقى عندهم نقص كبير جدا فيهم. طب ايه الوجبه المقترحه عشان يبقى بشكل سريع الناس بقى تستفيد؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها, او ايه المشروبات السريعه اللي احنا ممكن نشربها تفتح لنا الشهيه شويه؟ طيب المشروبات السريعه, مشروب الكراويه, اليانسون, البابون, الحلبه, ناخدها بعد كل وجبه, نحاول ننوع ما بينهم. الوجبه المقترحه الثانيه احنا ممكن بليله باللبن, ناخد وجبه بليله باللبن بعد الوجبات. ممكن ناخد لبن ونحط عليه شوية مكسرات ونحط عليه مثلا 7 تمرات صباحا كل يوم. ديت هتحسن لهم الحالة المزاجية, هتنشط لهم الدورة الدموية, هتخليهم في حالة نفسية تكاد تكون كويسة, تريح لهم أعصابهم فيكونوا ريلاكس أحسن, ونستطيع أن نحل المشكلة بشكل أسهل. طيب جميل, أنا شكرا لك جدا دكتور أحمد عطية دهشان, استشاري التغذية العلاجية.